أمين. نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآيات من سورة الحجرات، وهذه الحقيقة من أجل السور التي ساقت لنا قواعد علم الأخلاق، قواعد وأصول في علم الأخلاق، وإن كانت أجملت في موضع أخرى، لكن هذه السورة فصلت جوانب كبيرة من جانب علم الأخلاق. وبدأت السورة بتأديبنا مع ربنا ونبيه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. والخطاب هنا يختلف في القرآن من حال لحال، فإذا كان النداء متعلق بالعقائد وتعريف الخلائق بالخالق، جاء النداء عاما: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا بني آدم. فإن كان الخطاب يتعلق بالشرائع، نادى الله خلقه بأحب صفاتهم إليه، ناداهم بصيغة الإيمان، يعني: يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله. فهذا كما يقول ابن القيم وغيره: نداء حبيب لمن أحب. وهل يتصور عاقل أن الله ينادي أحد إلا وراء ندائه الخير كله؟ أنت نفسك لو نداك كريم للبيت طمعا في كرمه، ولو نداك عالم للبيت طمعا في علمه، ولو نداك ذي سلطان للبيت خوفا من سلطانه، مش كده ليه؟ أو طمعا في إكرامه. فكيف بك إذا كان المنادي هو رب العرش العظيم، من له كل صفات الجلال والجمال والكمال؟ إذن وراء هذا النداء كل الكمالات بلا نزاع. وهنا يبدأ الآيات رب العباد بهذا النداء المحبب لنفوس أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما معنى لا تقدموا؟ الأصل أننا عبيد لرب، فهو سيدنا بلا نزاع، وهو حاكمنا وملكنا بلا نزاع، فكيف نقدم على أمره أمر أي أحد كان؟ لا النفوس ولا الساسة ولا السادة ولا القادة ولا كبرائنا، فكل هؤلاء مهما على كعبهم هم بين يدي الله عبيد. فكيف نقدم أمر العبيد على رب المعبود، على كلام المعبود؟ تقديم الكلام أن ندلي بدلونا، أو نرى رأينا أو رأي غيرنا أمام نص حكم الله فيه. هذه قضية في منتهى الخطورة. وكثير من الناس عايز إسلام بلا تكليف، إسلام حلو وجميل كده فافي. إخواننا، الإسلام أوامر ونواهي ساق الله عز وجل لإنقاذ عباده ولإرشادهم وللسمو بهم، كما قال تعالى:
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، فيه سموكم، فيه رقيكم، فيه تقدمكم، فيه تمدنكم، فيه تحضركم، فيه رفعتكم، فيه علو شأنكم. كل هذه معاني للذكر. شاء الله أن يدفعنا وأن يرفعنا دفعا للعلو بهذه الأوامر، فكيف يحل لأحد أن يقدم كلام أحد على كلام الواحد الأحد، أو أوامر أحد على أوامر الواحد الأحد؟ لذا جاء هذا النداء ليدفعنا لهذا الأدب دفعا. وبه بدأ الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقل رأيي ولا وجهة نظري ولا عندي ولا حقي، لله منك كل شيء وليس كلام نفسك شيء، فأنت وما تملك ملك له، شئت أم أبيت. لذا جاء هذا الأمر الدقيق صدر الله به آيات: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يمكن الكثير من يتأدى بين يدي الله، لكن قد يتطاول بعض مع عهد نبي فيقدم كلامه على هدي رسوله، يقول لك ما دام سنة لا فريضة أمرنا الله بقى، لكن سنة نقدم عليها غيرها. هذه كارثة ومصيبة كبيرة جدا. فإن قدمت على كلام رسول الله كلام، فاعلم أن كلام رسول الله وحي كالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في نص حديثه: أوتيت القرآن ومثله معه، بل نصوص القرآن جاءت تحذر من معصيته في القليل أو الكثير. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ما أبينه وما أوضحه، ضلال لا نهاية له. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كل أمر التي جاءت بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفتك لأمره مخالفة لأمره ومخالفة لأمر ربك، لابد أن ندرك هذه الحقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أوحى الله إليه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شد القوة. فإذا كان الأمر وحي، ردك لأمره ردك لأمر ربك في حقك، اعلم هذه الحقيقة. لذا كان سلفنا كما يقرون القرآن يقرون السنة، وكما يقدسون القرآن يقدسون السنة، مجرد أن يسمع بس نص لا يفاصل. بل كان الصحابة هذه القضية يعني ليست محل نزاع أصلا، لما سمع عمر أن ابنه الزاهد العابد عبد الله بن عمر منع امرأته من الصلاة في المسجد، ذهب إليه مسرعا، اعتبر دي جريمة كبيرة، فقال ابن عمر: أمنعت زوجتك من المسجد؟ قال: نعم. قال: أما بلغك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ قال: يا أبتي قد تغير حال الناس، يعني بقى فيه فتنة وتأثر، والنساء يتعرض لها من يتعرض لها في الطريق، فرأيت هذا. سيدنا عمر ما احتمل كلمة رأيت دي، نازل فيه ضرب من العصر. قال: أقول لك قال رسول الله، تقول رأيت؟ وفيه رأيت مع كلام الله وكلام رسوله، فيه رأيت. هذا معنى لا تقدموا. يبقى لا أقول رأيي ولا وجهة نظري ما دام عندي كلام لله أو كلام لرسوله. هذا مفاد الآية باختصار شديد جدا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فيعلمنا أدب التلقي لكلامه وأدب التلقي لنبيه، ده أول أدب. ثم يأتي الأدب الثاني: يا أيها الذين آمنوا، مرة أخرى، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. طبعا فوق صوت النبي حال حياته وبين يديه، طب بعد مماته ما ينفعش في مجلس كما قال أهل العلم يذكر فيه الله وتذكر فيه سنة رسوله وإحنا نجلس نرفع أصواتنا، فما بالك بقى باللي جالس ويسمع نص الكتاب والسنة وماسك التليفون وشغل مع النت
ده ما تدخلش على الرقصات والفنانات وال كارثة كارثة يقع فيها كثير من الناس. يا إخواني مجالس العلم وخاصة ما يذكر فيه الله ورسوله لابد أن تقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثابت عنه جالس في مجلس كهذا يعطي درسه ودخل ثلاثة من الصحابة، فواحد منهم بحث عن فرجة وجلس فيها، والثاني جاء خلف الصفوف وجلس، والثالث انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم خبر الثلاثة؟ قالوا: يا رسول الله. قال الأول: أقبل على الله فأقبل الله عليه، والثاني الجالس خلف الصفوف استحيا من الله فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. الإعراض عن دروس العلم والانشغال عنها كارثة كارثة. بل رب العباد نعت أهلها بنعت عجيب، سواء أعرض بجسمه ونفسه أو أعرض بقلبه، جالس معانا ودماغه فين وإيديه فين؟ في حتة تاني خالص. وفي هذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله، سمهم شر إيه؟ يعني شر الدواب؟ لا، لها معنى دقيق جدا. لم يقل شر بشري أو شر البرية. جاءت في حق طائف من أهل الكتاب: إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية يعني جمعوا كل الشر في البشرية. لكن لما يقول شر الدواب، المعرض عن كتاب الله عرضة لأن تجتمع عليه كل شرور الخلائق، يبقى أي دابة فيها شر هو عرضة أن يكون أشر منه. فإن كان في الحياة السم الناقع سيتحول سمه لأشد نقعا من سم الحياة، وإن كان في العقارب لدغ قاتل فالمعرض عن الله ورسوله سيتحول لدغه لدغ يفوق العقارب، وقش على هذا. وإن كان في الذئاب عدوان صارخ فعدوانه أشد من عدوان الثعالب. لذا قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طبعا في هذا إشارة وتعرض عجيب جدا بكل من حرم السماع، لأن الله لو يعلم فيه خير لوجه سمعه لسماع الحق حتى يحيي قلبه ويرفع شأنه. لذا قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأسمعهم الحق، ولو أسمعهم هم على حالهم هذا من الإعراض لتولوا معرضون. إذن مسألة خطيرة جدا. فأدب السماع دين وفريضة وخاصة الله الرسول. كثير منا ممكن يبقى قاعد يسمع ويتبرم السماع، يتبرم قاعد: يا الله احنا هنسمع القرآن على طول ونسمع السنة على طول، طب ما عايزين بقى يعني نشوف لنا أغنية ولا تمثيلية ولا ها. ورب العباد يحذر من هذا حين يقول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، تبرمت. والاشمئزاز بداية التبرم مش نهايته. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ندرك هذا المعنى الخطير. يا إخوان المسلم مطالب أن يصغي سمعه للوحي، لأن هذا سبيل التعلم ولا سبيل آخر. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن، للكل ألا، لمن كان له قلب، صاحب القلب الحي المقبل على الله من نفسه. طب وغير المقبل ما في وسيلة إلا الإصغاء. لذا قال: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع يعني أعطى سمعه كله لكل من يتحدث بكلام الله كان رسوله. هذا معنى إلقاء السمع، يعني لم يجعل سمعه منه بل جعل سمعه مع المتحدث. ثم عاين المعاني، لذا قال: أو ألقى السمع وهو شهيد. فما لم نشاهد آيات الله
وهدي رسول الله كيف نقيم دين الله؟ كيف نقيم دين الله؟ برب العباد ذكر في القرآن مصيبة كبيرة جدا حرم بها، يعني حرم بسببها الناس السماع الحق. فقال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سمعون الكذب، في الكذب تلاقي أستاذ حطوا دين، في الحق مش عايز يسمع. اللي هيسمع طول عمره الكذب هيبقى ايه؟ هيبقى شيخ عالم موحد خاشع، هيجيبه من فين؟ سماع الكذب لن ينضح الا كذب. اذا ندرك، ورب العباد يحذرنا، لان هذه كانت آفة أمة سبقتنا. سمعون الكذب، سمعون لقوم اخرين لما يكتوك. اي انسان يطعن في الدين ويغمس في الدين يسمع له، لكن سماع الدين اخر شيء يفكر فيه. سماع كلام الله وكلام المسؤول هذه كارثه بالنسبه له. لذا جاءت الايات: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لا يعامل سيد الخلق معامله الخلق، وكيف لا وهو صفوة خلق الله بالنزاع. والإنسان الذي لا يحترم كبيره ليس بمحترم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويحترم كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. في رواية: ويقر علماءنا. إذا كنا مطالبين بتوقير علماء واحترام الكبراء فكيف بسيد خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذا جاء الأمر بهذا الأدب الثاني: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر لبعضكم لبعض. النتيجة لو وقعنا في هذا إيه؟ قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني سوء الأدب مع سيد البشر كاف أن تبد به كل أعمالك، لا يبقى لها في ميزان الله وزن. وضحت؟ يبقى جريمة هينة ولا كبيرة بلا حدود. إذن ندرك. ثم عقب فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. لأنها من نزلت الآية الأولى: لا ترفع أصواتكم أن تحبط أعمالكم في آخرها. أحد الصحابة كان خطيب رسول الله، هو الخطيب، والخطابة تحتاج لصوت جهوري عالي، بل كان سمت النبي هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس كان صوته هادي جدا، في الخطبة كما يقول أنس كان يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويرتفع صوته كأنما ينذر جيشا. كان هذا هدي النبي في الخطبة، يأخذ بلب الناس جميعا. فرفع الصوت في الخطابة قاعدة. وده أحد الصحابة، بل كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الآية قال: بس أنا أكتر واحد يرفع صوته من رسول الله، ضاع عمل كله. فحبس نفسه في البيت حتى لا يرفع صوته عند رسول الله. فسأل النبي عنه: أين فلان؟ اللي غيبه؟ وكان هذا دأب النبي الدائم، يتابع أحوال أصحابه واحد واحد، اللي يغيب يسأل عنه جيبه ليه غاب. فلما ذهب الصحابة إليه أخبرهم الخبر، فجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله: أخبروه أنه ليس منهم وأنه من أهل الجنة. يقول عمر: منذ نزلت هذه الآية وأنا لا أتحدث بين يدي رسول الله إلا السرار، أسر بالكلام حتى يقول أعد، لغاية ما يطلب الإعادة ما بسمعش الصوت، تأدبا مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إن الذين غضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم جاءت آيات لأدب آخر، أدب النداء على رسول الله. قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إيه الحجرات دي؟
الله يفتح عليكم، بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن دي كل حقيقة البيوت. إحنا بيوتنا إيه؟ شقات، فيلات، شاليهات، وصلت؟ بيوتات النبي كلها حجرات، ما في بيت من بيوته إلا وهو حجرة صغيرة. مساحتها قد إيه؟ 4 × 6، 24 متر، 4 × 4 مسقوفة، و2 × 4 مفتوحة، فيها الغسيل وفيها الطبيخ وفيها الخبيز والعجين. فما يعني عاش النبي حياته إلا في هذه الحجرات. ورب العباد سماها حجرات، بل سمى السورة باسمها سورة الحجرات، حتى نتعلم أننا في طرف شديد، وأن سيد الخلق كانت هذه حياته. ما ممكن تبقى حجرات بس من جوه بقى مفخفخة وفيها كل الإمكانيات، حجرة واحدة لا، حتى هذه ما وردت عليه. كان فراش النبي إيه أخوانا؟ يقول عمر: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. حجرة عائشة دي يفترض فيها أنها أحسن حجرة. ليه؟ لأن كل الصحابة كانوا يتحينوا إليتها فيهدونه فيها، فالهدايا كلها رايحة في ليلة عائشة، ما في هدايا في ليلة غيرها. حتى أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم اعترض، قل يا رسول الله يعني غلبتك علينا بنت أبي قحافة، باللبس كده، غلبتك علينا بنت أبي قحافة. من أبو قحافة؟ جد سيدنا أبو بكر، أبو بكر ابن أبي قحافة. فغلبتك علينا بنت أبي قحافة، يهدونك أصحابك في ليلتها ولا يهدي أحدا في ليلة غيره. فغضب النبي غضب شديد. الله، ورسول الله مطالب أن صاحب له يأتيه هدية، يقول له ده البيت الثاني. النبي يعني أسمى من هذا بكثير صلى الله عليه وسلم. فغضب من نسائه، لكن لقنهن درسا لم يراجعنه بعده، فقال: لا تلمنني في عائشة. إذا كان ربنا هيئ قلوب الناس كلها توجه لهذا العائشة، فلا تلمنني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في حجر امرأة من كن قط غير عائشة. يعني وأنا جالس مع امرأة من كن، لو كشف أي جزء من لباس الخدمة من ذراعها من ساقها، جبريل لا يأتي، وأي عور مكشوف، إلا عائشة استثنها رب العالمين. فإن كان هذا فعل الرب معها، ها تلومنا عليها؟ وكان هذا من قمة مدح النبي لسيدة عائشة، ها بل صرح بهذا أكثر مرة، يعني قال: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، بل ما كان يخفي حبه لها. يقول عمرو بن العاص: عدنا من غزو في بلاد فارس ونصر الله عز وجل، وكان سيدنا عمرو قائد السرية، والسرية دي كان فيها كبار الصحابة أبو عبيدة عبد الرحمن بن عوف، ورسول ولى عمرو لأنه أمكر الكل وأقدر على قيادة الجيش. سيدنا عمرو داهية بل أدهى دهاة العرب وقاد عسكر معنك. فسيدنا عمرو كان فرحان جدا وشعر أن الرسول اداله مكانة كبيرة جدا، أن جعله قاعد على كبار الصحابة، وانتصر فجاه فرحان بقى، قال لك يبقى مكانت طلعت عند رسول الله. فوجه سؤال عجيب لرسول الله، قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فهم من الحدوث يعني إيه؟ فالنبي بلا تردد أجاب: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. الله، طب هينازع في زوجاته؟ فسأل سؤال آخر، قال: يا رسول الله ومن الرجال؟ طب عائشة من النساء، طب ومن الرجال؟ قال: أبوها. ومن الرجال أبوها، من يقدم على الصديق؟ خلصت. سيدنا عمرو يقول: فما أعدتها، ما قلتلوش طب ومن بعد أبوك؟ عشان أحسن ممكن وديني وأنا خلص. فالنبي لم ينكر هذا صلى الله عليه وسلم. إذن ندرك هذا المعنى،
بيوتات النبي كانت حجرات وبسيطة جدا. يقول عمر: فلما استأذنته رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة في حجرة عائشة، فدخلت فوجدت النبي نائما على رمال من حصير بال. الرمال أردأ أنواع الحصر المصنوع من الحلف الخشب، وليته حصير مستوي بل بالي متقطع، فالأجزاء المقطوعة أثرت في دم النبي صلى الله عليه وسلم، عملت خطوط قد أثرت في جنبه. وعلى وسادة من أدم، الأدم الجلد حشوه ليف مش ريش نعام ولا فايبر جلاس، ليف النخل. قال: فرفعت بصري في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطع بصري شيء إلا شن معلقة، ما يشبه الخفة الآن، وعاء صغير معلق وضع فيه الطعام وعلق عليه الثياب، هو الدولاب هو المطبخ. هذه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أسمى حجراته. يقول عمر: فبكيت، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله، ملوك الفرس والروم ينامون على الحر والحرير وأنت سيد خلق الله تنام على رمال وحصير بال؟ قال: فوكزني في صدري، عملت كذا. قال: أفي هذا تفكر؟ هو ده اللي شغل بالك؟ لقد عجل الله لهم طيبات في حياتهم الدنيا ولنا الآخرة. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، عاش على هذا الحال عمره ومات، وهذه بيوتاته ما غيرها، ما غيرها. احنا دلوقتي كل ربنا يفتح عليه لك لا مش هينفع، البيت اللي احنا فيه ده لازم نكبره، لازم نوسعه، لازم نغير مستوى المعيشة، ها، وننتقل من مستوى لمستوى، وعملنا نتطور على طول. الصحابة إخواني ما عرفوا هذا المنهج، بل هذا خالد بن الوليد لما خرج لواجه قائد جيش الروم فبيسأله: أنتوا جايين ليه؟ فقال له: أسلم تسلم يؤتك الله يا سيدنا خالد. فلما قال له: أسلم تسلم، الرجل ما دخلش في دماغه، فقال له: يا خالد دع عنك هذا، لقد جئتمونا من بلاد قاحلة لا نبات فيها ولا ماء، تريدون خير بلاد ونعيمها، خير بلاد ونعيمها، فلنجعل الأمر بيننا وبينكم، بلادنا ونعيمها البلاد اللي احتلها بلاد المسلمين، بلاد العرب، كان محتل الشام ومعتبر دي بلاده، لترجع وجيش المسلمين نرجع لهم بيننا وبينكم، يعني نقسم الثروات بيننا وبينكم. فسيدنا خالد شخط فيه شخطة، قال: أويحك يا هذا، مش حضرتك وسيادتك وسعادتك، يا هذا نكرة، ويحك يا هذا، أتظن أن لنا في دنياكم مطمع؟ فوالله لقد وطنا مع الدنيا نفوسنا. أنا بس بذكر المقطع ده لأن هو ده الأدب اللي ربوا عليه. لقد وطنا مع الدنيا نفوسنا، فلو سيقت لنا الدنيا بحذافيرها ما أخذنا منها أكثر مما نأخذ. إحنا عايشين يعني عيشة الكفاف، أي زيادة هتيجي هنعملها لله. لقد وطنا مع الدنيا نفوسنا، ولو سيقت لنا الدنيا بحذافيرها ما أخذنا منها أكثر مما نأخذ. دي قاعدة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وربي عليها أصحابه، وهذا ما جعلهم يحولون كل ما فتح الله به عليهم من ثروات لفتح البلاد وإصلاح العباد. ففي أوقات وجيزة جدا كانت إنجازاتهم بلا حدود، بلا حدود، لكن اللي فتح بطنه للدنيا ده وعايز يغير المستوى عمره ما يشبع. ها النهاردة عايز عايش في شقة، بكرة عايز
فيلا، وبعدين بعد الفيلا عايز قصر، وبعد القصر عايز قصور، ولازم واحد على البحر وواحد في التاون داون وواحد في أوروبا وواحد في أمريكا وكل ما، والبحر يحب الزيادة. والنبي يقول في هذا الحديث، حديث فيه يقول صلى الله عليه وسلم: طالبان من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثان، ولو كان له وديان لتمنى أن يكون له مثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إذن ندرك الصحابة ربع على هذا، والنبي عاش هذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يولد النساء بهذا، يقول: أيقظن أصحاب الحجرات، فسمهن أصحاب الحجرات. رغم ما ملحوظة مهمة جدا، زوجات النبي كلهن بنت غنى، كلهن جئن بيوت غنى. سيدة عائشة بنت أبو بكر، أبو بكر كان إخواننا من سادة قريش وأغنياء. حفصة بنت عمر، سيدنا عمر من سادة قريش وأغنياء. أم حبيبة بنت أبي سفيان كان أغنى أغنياء قريش بلا منازع. جورية بنت حارث أبوها سيد كندة وأغناهم. صفية بنت حوي بن أخطب أغنى اليهود وسيدهم. وقس على هذا، فكلهن ذوات غنى وبنات غنى، ومع ذلك قبلنا الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياة يعني لا يحتملها أفقر الخلق. ومع ذلك كنا في قمة الرضا، كما قال تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. ما فيهن واحدة رغبت عن هذه الحياة قط. وضحت؟ إذن ندرك، لذا يعلم هذا الأدب: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. ودرك الجماعة من البادية من بني تميم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد يا محمد، وعايزين هذا من خلف البيت، عايزين يطلع. فاكرين يعني زي بنادوا كبراءهم والعمد بتوعهم وشيوخ القبائل، فاكرين أن النبي يعامل كما يعامل غيره. فنهاهم رب العباد بهذه الآيات، قال: إن الذين ينادونك من الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. طبعا الحقيقة أن الآيات وإن جاءت في هذا الوفد، لكن هذا الوفد تاب وحسن إسلامه وصار من كبار الصحابة. ثم جاء النداء الآخر والأدب الآخر: ليعلمنا الله أدب تناقل الأخبار، وهذه آفة العصر، وسائل الاتصال، النت والشبكة العنكبوتية ونقل الأخبار. كارثة، كل ماسك الزراير وعمل يشير أي أخبار وأي كلام، وهذه كارثة. قال سلفنا: ناقل الكذب أحد الكذابين. اللي يأخذ خبر كذب ينقله عد كذاب في شرع الله. ناقل الكذب أحد الكذابين. لذا لزم ألا ننقل ولا ننشر إلا الصدق. لذا جاء هذا النص: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. مع ملحوظة، قال إن ولا إذا. طب ما إن شرطية وإذا شرطية، لماذا جاء هنا بإن ولم يأتي بإذا؟ ها حد يعرف؟ من العكس، إن تفيد الندر وإذا تفيد الكثر. وذلك كل موضع استخدم فيه إن ما ينفعش فيه إذا، واللي استخدم فيه إذا ما ينفعش فيه إن. القرآن يخونا في منتهى الدقة في كل حرف ساق. لما يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، لو قال إذا تنصروا الله ينصركم أولى ولا إن؟ ليه؟
تخيل لو قال إذا، يبقى مطلوب أن ننصر دين الله مرات بل عشرات المرات حتى يأتي نصر عشان تتحقق إذا. لكن لما قال إن، يعني لو ندر ونصرتم دين الله مرة واحدة لجاءكم نصر، فإن هنا أعظم بشر. وضحت؟ وإذا في موضع أعظم بشر، لما ودع الله النبي ودع بنزوجة النصر، الناس فهم النصر إذا جاء نصر الله الفتح يبقى فتح مكة، لا دي نزلت بعد فتح مكة. ولما نزلت قال النبي نعيت إلى نفسي، نعيت إلى نفسي، دي النهاية. إيه معنى إذا هنا؟ عايز يقول له خلاص أنت أديت رسالتك. وإذا جاء نصر الله الفتح، إذا تفيد الكسرة، يعني أبشر إن مش جاي نصر، ده جاي لأصحابك وأتباع أتباعك إلى يوم الدين ألوان من النصر لا حد لها ولا حصر. فلو قال هنا إذ إن لكان نصر واحد، إذا أفادت أنها ألوان وأشكال. ها؟ ولذلك الدنيا التي فتحت جلها فتحت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذي دخل في إذا جاء نصر الله الفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله فتح. إذا ندرك هنا لما يقول إن، إن جاءكم ليدلنا على أن هذا الأمر كان نادر جدا 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 في الصحابة، ولم يقع إلا من الصحابة واحد، وفي هذا تزكية لكل الصحابة. لو قال إذا يبقى الأمر يتكرر، لكن إن يبقى مرة واحدة. وضحت؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، جاءت في صحابي، ولما نقل خبر كاذب سماه ربنا فاسق، رغم أنه صحابي. والآية هتأتي، قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ما في اسم يذم كأن يتحول المؤمن لفاسق بنقل خبر كاذب. يبقى عد كل ناقل للأخبار الكاذبة إيه؟ وصلت؟ من منا يقبل أن يتحول اسمه من الأخ المؤمن للأخ الفاسق؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مش ده أخ ثقة ونبني على إنه ثقة؟ استحلال نقل خبره وإن كان مكذوبا، لابد من التحقق ومن التبين ومن التثبت من الخبر قبل أن ننقله، قبل أن ننقله. ليه؟ لأن ممكن الخبر ده يشعل حرب وتنسخ فيه أرواح وتبنى عليه أحكام، فده كارثة. بخبر؟ أي بخبر، بخبر طبعا لها قصة. أحد الصحابة اسمه عتبة، النبي أرسله على مفرزة لقبيلة، فهو كان بينه وبين شحناء في الجاهلية قبل الإسلام، فالآن متجمعين واقفين، فظنهم يريدون قتله، فرجع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عايزين يحاربوه وأنهم رافضين دفع الزكاة، مع أنهم كانوا متجمعين جمعين الزكاة منتظرين يعطوه الزكاة. فرأى المشهد فبنى عليه حكم أنهم لا يريدون دفع الزكاة، وهم لا يريدون إلا الدفع. فلما أخبر النبي الخبر كاد النبي يرسل لهم جيش آخر يقتلهم، وكان ممكن يقاتلوا ويقتلهم مسلمون بسبب خبر كاذب. لذا جاءت الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني ممكن بسبب خبر كهذا تقتل قرية بهذه كاملة. يبقى ينفع نقل الكذب؟ لا من قريب ولا من بعيد. ها؟ فتصبح على ما أنفقتم يعني على ما أسروا نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر، لو يأخذ بآرائكم وجهات نظركم، ها؟
لو يطيعكم في كثير من الأمر لإيه؟ إيه معنى عنتم؟ اللعنة المشقة. أي أمر يقدم على أمر الله ورسوله يقينا سيعاقب فاعله أو قائله أو الناظر فيه باللعنة الشديدة في حياته. ودي قاعدة رب العباد يقررها في القرآن. ما في واحد رد كلام الله ورسوله وأخذ برأيه وأفلح. اعلم هذه الحقيقة. بل رب العباد قال كلمة عجيبة، قال بل كذبوا الحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يعني أمر مريج؟ أنا الحقيقة الآية حرتني، بحثت كثير من المفسرين قالوا مضطرب مختل، لكن لما بحثت ذهلت في مصادر اللغة وفي كتب المعاجم قالوا لا، الأمر المريج رب العباد شبه حال كل من كذب بدين الله تشبيه عجيب، شبهه بالواقف على أرض وحلة شديدة الوحل عميقة الوحل. لو أنت واقف على أرض طينية وحلها يغوص 5-6 متر تحت، هل يستقيم لك عليها أمر؟ ينفع تجلس؟ طب تنام؟ تمشي؟ تجري؟ تقفز؟ تجثو؟ أي وضع يريحك؟ ولا وضع. وهذه عقوبة الله لمن رد دينه أو رد هدي النبي وخلف. لابد أن يختل ميزان حياته كلها. فهم في أمر مريج كالواقف على أرض وحلة لا يستقيم له حال. ودي عقوبة يعني الحقيقة خاصة جدا 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 شديدة، لمن يعني يدرك معالمها وحقيقتها كارثة في حق الإنسان. كيف يعيش الإنسان في وضع لا يجد فيه جانبا يستريح له أو يعتمد عليه في حياته؟ كل من أعرض عن وحي الله هذه سنة الله فيه. إن أغناه تعبان، وإن أفقره تعبان، إن زوجه تعبان، وإن أشعذب تعبان، يروح فين؟ ولذا يقول تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه؟ الناس فهمين الضنك الفقر؟ لا، الضنك الضيق مع كل حال. مع الفقر ضيق الصدر، مع الغنى ضيق الصدر، مع القوة ضيق الصدر، مع الضعف ضيق الصدر، في كل أحوال. يبقى المعيشة الضنكة هي لون من ألوان الأمر المريج. إذا ندرك هذا المعنى، من يتحمل أن يعيش هذه الحياة؟ وكم من الخلق هذا حاله؟ ما تعدش. ملين الخلق اللي حرم وحي الله هذا حاله، فهم في أمر مريج. لذا يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى مجرد أن يحبب لك الطاعة اعلم أنها نعمة من الله عليك حرمها كثير من الناس. ولذا قال سلفنا فنعمة الإسلام أعظم نعمة وكفى بها نعمة. لو لم يكن لك إلا نعمة الإسلام لكانت كافية، فسعادتك فيها وفلاحك فيها وصلاحك فيها مهما عانيت في فترة من فترات حياتك بامتحان أو باختبار، كل ده مع الإيمان يهون. فأشد المحن مع الإيمان تصبح منح. واضح المعنى؟ وإحنا تحدثنا في هذا بالأمس في قصة سيدنا يوسف، كيف جعل الله من كل محنة منح لأهل الإيمان. إذا ندرك. لذا يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأرض ما عنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فعد أهل الطاعة هم أهل الرشاد، وغيرهم هيبقوا أهل الفساد يقينا. وإذا قيل لهم لا تفسد في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا شر. وصل المعنى؟ ها؟ عايز تبقى مع مين؟ أهل الرشاد كل حاجة في إيديهم ربحانة، وأهل الفساد كل حاجة في إيديهم خسرانة. لذا أعطى الله قاعدتين، قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى كل عمل عملوه هيؤجر عليه يقينا ويرتقوا به يقينا. وفي المقابل قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كل عمل عملوه ليسعدوا به أشقاهم الله به. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كل عمل عملوه ليسعدوا به أشقاهم الله به، أشقاهم الله به. وفي المقابل قال والذين آمنوا عمل الصالحات وآمنوا بنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، وأصلح باله. إذن ندرك هذا المعنى، والله عليم حكيم. ثم قال دخل في أدب آخر بعد ما خرج من أدب نقل الأخبار، دخل على أدب التآخي بين أهل الإيمان. قال وإن طائفتان مقتتلوا، حصل خلاف ونزغ شيطاني واختلف أهل الإسلام، أنت مطالب شرعا بالصلح، مطالب التوفيق. وإن طائفتان مؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أصلحوا بينهما. الصلح من أعظم أخلاق الإسلام التي دعانا إليها، حتى نكون سبب في إعادة لحمة المسلمين كل من فكت. بل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأصلحوا ذات بينكم. ولما يقول اتقوا الله هذا وعيد شديد، والوعيد لا يتأتى إلا إذا كان الأمر على الوجوب. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذا ندرك هذا المعنى، نحن مطالبون بالإصلاح بكل صور إصلاح. أم باب أولى الإصلاح لما تكون أنت خصم مع زوجتك، مع أولادك، مع إخوانك، مع جيرانك، مع شركائك، ها؟ مع من ابتعت منهم واشتريت منهم، مطالب الصلح المستمر حتى تبقى لحمة المسلمين، لأن انفكاكها طعن في إيمان من اختلفوا. وهيأتي البيان إخواننا، الأصل بين المسلمين الأخوة، إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان وسائد فالتي بعدها. إنما المؤمنون إخوة، وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس للمؤمن وصف إلا الأخوة. ومفاد إنما إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان، لا إيمان بلا أخوة، فإن انتفت الأخوة بين المسلمين انتفى الإيمان. ويعضد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. فإذا انتفى الحب وانتفت الأخوة انتفى الإيمان، انتفى الإيمان. لذا يقول وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما فإن بغت إحداهم على الأخرى، خليكم على الحق، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بعدل. وإيه؟ طب بالعدل عارفينها، وأقصدوا إيه؟ ها؟ إيه معنى أقصده؟ سلامات، إحنا في البطاطا يا إخواننا. نوضح باختصار شديد، لكن الموضوع ده عايز له محاضرة خاصة. العدل في الماديات، وكل أحكام الناس دارت حولها، كل قانون الأرض غاية ما تصل إليه العدل، مش كده ولا إيه؟ شريعة ربنا لما نزلت، نزلت بأحكام سمت على كل ما عرف البشر. سمى الله أحكامه بالقسط، وجعل القسط هو الميزان الذي يتعامل به أهل الإيمان. قل أمر ربي، ما قالش بالعدل بس، قال بالقسط. وقال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. ميزان إيه؟
القسط. إذا قال وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، مالش بالعدل. يبقى آخر ما نعرفه العدل، شريعة ربنا نزلت في القسط. العدل في الماديات، القسط في الماديات والمعنويات. مش عايز أحرق الموضوع، الموضوع عايز تفصيل طويل. إيه الفرق بين القسط والعدل؟ وخلافة عمر اشتهرت بالعدل، وخلافة الصديق اشتهرت بالقسط. فأين العدل من القسط؟ مسافة بعيدة جدا. لكن ليس هذا وقت التفصيل، باختصار شديد جدا أقربها بمثال واحد بس. إنسان اغتصب مال إنسان بالقهر بأي أسلوب كان، في تجارة، في بالقوة، من ورائه بالخيانة والغدر، اغتصب ماله وظل المال عنده سنين، والرجل المسكين المغتصب ماله عمال يتقاضى ويدفع فلوس كمان، مش كفايه الخساره بتاعته، لا المحامين يخربوا بيت ابوه، ها وادفع وادفع ونعمل لك ونرفع لك، ها وممكن بعد سنين يحكم له بايه؟ برد المال اللي اتدفع، ويهلل يحيى العدل. يحيى ايه؟ طب ده اسمه العدل، رد المال العدل. طب خلال هذه السنين كم الأضرار التي لحقت بالمظلوم؟ أولا المال نفسه، هل قيمته يوم رده كقيمته يوم أخذه؟ هذه واحد، ده أضرار. الأضرار أشد، كم أصاب المظلوم من هم وغم وحزن خلال هذه المدة؟ ده يقدر بمال اللي أشد. كم ترتب على هذا الهم والغم والحزن من أضرار مادية؟ ده ممكن يجيب له ضغط دم يعيش به عمره، ممكن يجي له قول عصبي يعيش يتألم به عمره، ممكن يجي له جلطة يموت بيها. عد آخذ المال ومغتصبه قاتله، ويأتي يوم القيامة يفاجأ بأنه قاتل من حيث لا يحتسب، لأنه لا يعلم لموته سبب. وإذا كان الإنسان سبب في قتل إنسان ولو سبب بعيد لكن لا يعرف لموته سبب غيره، فهو قاتله ويلزمه شرعا ديته. وده بيسموه قتل شبه خطأ، الفقهاء بيسموه قتل إيه؟ خطأ. قتل عندنا أربعة أنواع: عمد، شبه عمد، خطأ، شبه خطأ. كثير من يعني المفسرين يختصروا يبقى منهم ثلاثة بس: عمد وشبه عمد وخطأ، ويتركوا شبه الخطأ. شبه الخطأ يا أخواننا ما كان سبب، طبعا التفريق منها دقيق. العمد أن يضربه بآلة تقتل عادة وهو عامد وقاصد، فده اسمه قتل عمد. شبه العمد يقتله بآلة لا تقتل عادة، يبقى لو ضربه برصاصة ده اسمه عمد، لكن لو ضربه كف، لكن عامد يضربه اسمه شبه عامد. طب مات بالضربة دي، فده اسمه شبه عامد. الخطأ هو لا يقصد، بيرمي رصاصة في الهواء فرحان في فرح، ولا جات له عروسة ولا حاجة، ضرب رصاصة جات في واحد لا يعرف ولا شاف، ده اسمه خطأ. شبه الخطأ أن يكون سبب بعيد لكن لا يعلم سبب غيره، له لموته سبب غيره. ومثل لها قال له إنسان واقف على عمارة عالية جدا أو بناء عالية جدا، وآخر جهوري الصوت نداه من أسفل يا فلان اهتز سقط، عد صاحب الصوت قاتله وعليه ديته. ده اسم إيه؟ شبه خطأ. وكذلك اللي أخذ ماله وقهره ومات بسبب هذا القهر، جات له جلطة ومات فيها، عد آخذ المال قاتله وعليه ديته. عشان بس نفهم الموضوع خطير جدا. الأشد مش هو لوحده، مش هو لوحده. كم أصاب امرأته من هم وغم وحزن لهمه وغمه، وكم ترتب على همها من آثار، من آثار. ده ممكن ما جالش هو جلطة الدم تجي لمراته،
هو قاتلها، مش مراته بس، أبويه، أولاده، أحبابه وخلانه، اللي يهمهم همه. كل الآثار المترتبة على هذا الجرم تلحق بفاعل الذنب. لذا يقول الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، سمى دي آثارهم. ولذلك يوم القيامة أخوانا هنفاجأ بأشياء لا تخطر لنا ببال، كما قال تعالى ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ستظهر لهم من آثار الأعمال ما لم يكن يخطر لأحدهم ببال، توارث. اعلم هذه الحقيقة. القسط مطلوب رد كل هذه المعنويات. انت عايز درس لوحده بقى، هنعمل لها درس ان شاء الله في الرحله الجايه. احنا جايين ان شاء الله نعمل يعني ناخد محاضره كبيره بعد على القسط، بعد مش هينفع في كلمتين، فما تضيعش الدرس في كلمتين. ابو شريف الله يبارك لك، ناجل موضوع الوقت. لذا هنا يامر بهذا، يقول فاصلح بينكم واتقوا الله لعلكم وإن جاءكم وإن طائفتان من المقتتلين فأصلح بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى عفية أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم جاء بآية التعليل، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولم يقل لعلكم، لعل حرف تمني، طب ربنا تمنى شيء؟ ربنا كل شيء يكون فيكون. قال علماء اللغة وغيرهم من السلف لعل حرف تمني إن استحال معناها في حق المتكلم حملت على المخاطب. حملت على إيه؟ لما يقول لعلكم تتقون يعني لتتقوا. الرب إذا شاء شيء أنجزه بكون فيكون. وصلت؟ إنما أمر شيء إذا ردناه أن نقول له كن فيكون. فقوله لعلكم ترحموا أي لترحموا، فجعل التآخي سبيل الرحمة ولا رحمة في غيرها. ها، وإحنا شرحنا الكلام ده في درس أول أمس في الفجر لما تكلمنا على قضية التآخي وأن هذه سبيل الرحمة، كما قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا زالوا مختلفين، قال إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم ليرحموا مش ليختلفوا كما فهمها بعض الناس، لا، خلقهم ليرحموا، فالضمير يرجع لأقرب مذكور وأقرب مذكور إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ثم جاءت أيضا الآيات تنقلنا إلى أداب أخرى مطلوبة، أداب التعامل مع إخواننا ومقاييس التعامل التي بنيت في كثير من الأحوال على الجاهلية، فصار الناس يقيسون الناس بأموالهم وباجتماعياتهم. ورب العباد بيّن أن مقاييس الوحي مختلفة، وأن الناس لا يوزن بالمال ولا بالجاه والسلطان كما هو الحال عند كثير من الناس، بل في كل العصور والأمصار. أنت معك دولار تساوي دولار، معك ألف تساوي ألف، معك مليون تساوي مليون، وضحت؟ معك كرسي تساوي كرسي، ما معكش حاجة ما تساويش حاجة، مش ده المقاييس؟ ها؟ بل الصحابة في الجهل كان هذا حاله، لما كان حديث أبو هريرة في البخاري لما كان بجلسا في المسجد ومر رجل يعني حسن الثياب حسن الهيئة، فقال النبي ماذا تقول عن هذا؟ قال يا رسول الله إنه حري إذا تكلم أن يسمع، وإذا شفع أن يشفع، وإذا خطب أن ينكح. ده إذا تكلم كلنا نسمع له، ولو توسط في أي حاجة كلنا نقبل وساطته. ها، وإذا خطب بنت أي واحد فينا نجوزه فور. إنه حري إذا تكلم أن يسمع، وإذا خطب أن ينكح، وإذا شفع أن شفع. ثم مر بعده بقليل واحد آخر، لكن يعني رجل فقير الحال بسيط، فقال النبي وماذا تقول عن هذا؟ قالوا إنه حري إذا تكلم ألا يسمع،
وإذا شفع ألا يشفع، وإذا خطب ألا ينكح. قال فهذا بألف رجل من ذاك، ده بألف من أولاد. ثم علم الصحابة، قال المرء بأصغريه قلبه ولسانه. المقياس مش بالشكل والهيئة والثياب، وإلا فزي ما بيقولوا تزوق البوصة تبقى عروس. ها، ودلوقتي انتوا عارفين بقى شغل الميديا بقى والإنتاج والإخراج، ممكن ها يعمل حبة خب. ها، وإن كان طبعا حتى مقاييس مختلة عند الرجال وعند النساء في مجال الزينات والجمال، نسأل الله العفو والعافية. ها، مش عارف يشغل عقلك ايه، يعمل لك راسها زي قرون القرده ولا قرون، شيء عجيب جدا، وعامل لك ده يا سلم الجمال، وتبقى ماشيه الست مفهوم انها جميله وهي عفريته اعزكم الله. بل لله دار الشاعر حين قال: قل للجميله ارسلت اظفارها، اني لخوفي كدت امضي هاربه، ان المخالب، ما الاظفار ده عامل زي ايه؟ مخالب، مخالب الوحوش. قال: قل للجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربة، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبة. الظباء الغزلان، الغزال لها مخالب. ها، فمتى رأينا للظباء مخالبة، بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة. تقول لك دوغلاس، إيه دوغلاس؟ حاجة بلا والله. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة، ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة. حاجبها اللي ربنا خلقه ده عشان يضبط حركة العين، مش عاجبها تروح شايلها وعاملك خط بالمسكرة على شكل ايه؟ تقولك الهلال. الهلال؟ لا، هي عايز تحول عينها بدل ما هي بالعرض تخليها بالطول. طب اللي بالعرض انس، واللي بالطول عين العفريتة الجن. عايز تقول انا عفريتة، انا هتجوز مين؟ ها؟ عشان ما تتجوزش عفريتة، يلا صح صح. ها؟ بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة، ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا، وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا، إن الجمال من المصور صنعه، إن شذ خط فيه لم يكن صائبا. شغل العفرات ده مبطله، نسأل الله ربنا عافينا وعافيكم وعافي النساء ونساءكم من هذا البلاء. ندرك هذه الحقيقة إخوان، ندرك أننا يعني مطالبون أن ننظر للناس بمقاييس الله اللي بمقاييسنا. مقاييسنا مقاييس الشرف والقبيلة والعائلة والمال، ومقاييس الله بالتقوى، وسيأتي البيان. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي الله عباده يوم القيامة فيقول: جعلت نسبا وجعلتم نسبا، فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان، فاليوم أعز نسبي وأذل نسبكم. فاليوم أعز نسبي وأذل نسبكم. النسب في شريعة الله بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنسب في شرائع العباد بالأنساب والأموال. وضحت؟ لذا يأتي البيان ليعلمنا هذا الدرس، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. إياكم والطعن، الطعن في الأنساب والطعن في الأحساب والطعن في الأحوال بسبب وبغير سبب، بالشكل بالهيئة بالجمال بغيره، كل هذه من المذمومات التي جاءت الشريعة بذمها. ها، ولا تنابزوا بالألقاب، طبعا دي كارثة كبيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية، وهتلاقيها على النت شغالة 24 ساعة. ولا تنابزوا بالألقاب. ثم قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فعد كل من لمس وغمس وبالأنقاب تنابز، عد كل دول إيه؟ فسقة. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم جاء بأدب دقيق جدا، قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إياكم وبناء الأحكام على الظن بغير علم، فالظن عكس الحق. قال تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا،
اجتنب كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم قال ولا تجسسوا. ها شغل المخابرات ها الإنسية والجنية نسأل الله العفو العافية بس عايز يلتقط خبر لأي واحد عشان ينشر ويفضحه. وبعدين دلوقتي مشكلة كبيرة جدا يعني ممكن واحد كذاب يطلع عليك خبر ويتحط في النت تعيش عمرك كله تعاني منه لا ينسى لا ينسى. وعشان تمحوه مطلوب أن تبلغ كل من بلغ الخبر أن ده كذاب وتبرهن له على ذلك. توصل لها إزاي؟ وصلت؟ فناقل الخبر كل هذه أثر لذنبه باقي عليه إلى يوم الدين. اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم. قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة شرح النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة قالوا ما الغيبة رسول الله؟ قال ذكر أخاك بما يكره في غيبته. قالوا فإن كان فيه يعني اللي احنا ذكرناه به حقيقة موجودة عنده. قال فإن كان فيه فتلك الغيبة فإن لم يكن فيه فذلك بهتان. يبقى كذب وافتراء. يبقى غيبة وكذب مع بعض. وضحت؟ فإن كان فيه فتلك الغيبة فإن لم يكن فيه فذلك بهتان. يبقى حديثنا عن الناس كل واحد يلم لسانه فيه فمه ويصونه. وكما قال السلف لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك رسول الله لبيك. قال ألا هل أدلك على رأس الأمر وعموده وذرة سنامه؟ قال بلى رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال يا معاذ بن جبل مرة أخرى قال لبيك رسول الله سعديك. قال ألا هل أدلك على ملاك ذلك كله ما تملك به رأس الأمر وعموده وذرة سنامه؟ قال بلى رسول الله. قال كف عنك هذا وأمسك بلسانه. قال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وصل المعنى؟ إذا ندرك يعني أنا أطلت أكتفي بهذا القدر اليوم في السورة لسه في وقت كمان؟ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. التجسس ان يبدا يسمع ويتصنت الاخبار سواء بنظره او بسمعه وكلاهما جريمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا عباد الله اخوانا. التجسس والتحسس والبحث عن اخبار والوصول لعورات من ستر الله عوراتهم كارثه كبيره وجريمه في حق اي مسلم. بل أحل النبي بها العدوان عليه. واحد تجسس بعينه حل لمن تجسس عليه لو فقأ عينه لا دية له لا دية له. وهل الاستئذان إلا من النظر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يوما أحد الصحابة بينظر من ثقب في الباب قال كدت أهوي عليه بمشقص في يدي المشط الطويل ده كاد يفقع عينه. ثم قال وهل الاستئذان إلا من النظر؟ تنظر لعورة الناس أو تبحث أو تسمع لتعرف وتطلع على عورة الناس هذه كارثة. ولذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وعيشك موفور وعرضك صين محفوظ لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. احفظ البيتين دول. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين. وضحت؟ لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين. وضح المعنى؟ إذا ندرك التجسس بكل صوره محرم
محرم وفاعله آثم، فكيف لو نشر نتيجة تجسسه؟ كيف لو بلغ من يرى أن فيه قدرة على إلحاق الضرر بمن اكتشف عيبه؟ بسجن أو سحل أو قتل، هو أحد القتلة، خلي بالكم. الله يرحم أحد مشايخنا كان قاعد قدام واحد شغال مخبر، قال لي يا ابني تقابل ربنا يسألك أنت بتشتغل، تقول له خباص، وكسبك من فين؟ من الخبص. أنت فاكر الخبص ده حلال؟ ويبقى كسبك حلال ورزقك حلال، هتروح جهنم يا ابني والله، ما فيش، نسأل الله العافية العافية. مهنتك إيه؟ خباص. نسأل الله العافية العافية، الله يعافينا عافيكم، نسأل الله العافية من هذا البلاء. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم شبه المغتاب بتشبيه شديد جدا، قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فشبه المغتاب بناهش لحم أخيه بعد موته. تخيل إنسان بيأكل مش لحم جيفة، لا، ده لحم إنسان جيف، ومش لحم إنسان أخوه، معنى مقزز جدا ومرعب، مرعب. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم قال: يا أيها الناس، إنا خلقناكم بذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، ذكر المقياس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم بين إن الإيمان نفسه مراحل، فيش حرج إنسان يبدأ في البداية، لكن مطالب إنه يرتقي، لا يقف عند حد. لذا قال: قالت العرب آمنا، فرد الله عليهم قال: بل قولوا أسلمنا. يعني البداية إسلام، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، طبعا ملحوظة، الإسلام والإيمان بينهم تداخل شديد جدا، لا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، عشان ما نفهمش أني يعني لا تقولوا آمنا وقولوا أسلمنا يبقى نفع عنهم إيمان، لا، فيه إيمان بس لم يبلغ الحد الذي يسمى عنده مؤمن، لكن يقينا أي مسلم آمن بالله ورسوله، وضحت؟ لذا قال السلف: الإيمان والإسلام بينهم تداخل وارتباط شديد جدا، بل وضعوا قاعدة للتفريق في معناهم، قالوا: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني إيه الكلام ده؟ دي قاعدة في علم العقائد. لا، إذا ذكر الإسلام وحده عن الإسلام والإيمان كل جميعا، وإذا ذكر الإيمان وحده عن الإسلام والإيمان جميعا، وإذا اجتمع الإسلام فرق بين الإسلام والإيمان، فالإسلام الفرائض الظاهرة والإيمان الأصول الباطن. وصلت؟ يبقى إذا اجتمع فرق معناه، وإذا اجتمع، إذا افترق في كل واحد منهم جمع المعنيين. يبقى لو ذكرت الإسلام وحده يبقى يشمل، ولذلك الأحاديث جاءت بهذا، يسأل النبي مرة: ما الإسلام؟ يقول له: أن تشهد أن رسول الله وأن تقيم الصلاة. ومرة أخرى يسأل: ما الإسلام؟ يقول: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. فلما ذكر الإسلام لوحده، مرة جاء بمعنى الإسلام ومرة جاء بمعنى الإيمان، فالإسلام لوحده يشمل الاثنين معا. ولو ذكرنا الإيمان لوحده، ما الإيمان؟ يقول: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتقيم الصلاة والزكاة. ومرة أخرى يسأل: ما الإيمان؟ يقول: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى لو تفرق اجتمع بين في كل واحدة منهم معنيين، هذا معنى إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. إذا ذكرنا الكلمتين لابد من التفريق بينهما، فالإسلام في الماديات والشعائر الظاهرة، والإيمان في الأصول الباطن. وصلت؟ يبقى بينهما تداخل شديد جدا، لكن لنقول القاعدة: لا إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، لكن قدر الإسلام قد إيه؟ الرقي في البداية في الإسلام في إقامة الفرائض، ثم يأتي بعده الإيمان. لذا لما قالت العرب آمنا قال: قل لا تقول آمنا ولكن قل أسلم. أنتم في البداية، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مستقر وتستحق مسمى الإيمان، أنت تقول إيمان. ولذا يقول تعالى في موضع آخر:
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طب ليه فرق؟ دي جت قصة سيدنا لوط. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من المؤمنين سيدنا لوط وبناته، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت سيدنا لوط دخلت مع امرأته فهي من المسلمين لكنها لا تعد من المؤمنين. وصلت؟ قال أنت دقيت أنت. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين بلوط وبناته، سيدنا لوط وبناته، فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، بيت سيدنا لوط بما فيه زوجته، فهي في عداد المسلمين لكنها لما خانت الله ورسوله هلكت مع الهالكين وخرجت من دائرة المؤمنين. وصل المعنى؟ إذن ندرك هذا المعنى. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قل أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم. ودي قاعدة تؤكد المعنى الأول اللي بدأنا به السورة، وإن تطيعوا الله ورسوله إيه؟ يعني لا يلتكم، لا ينقصكم من أجوركم شيئا. يبقى ما أطاع عبد ربه وأطاع نبيه وأنقصه الله أجره قط، أجر عمله. خلي بالنا في فرق بين أجر العمل ونتيجة العمل. القرآن فرق بين اثنين، فرق بين أجر العمل ونتيجة العمل. العمل أخذ بسبب، كل من أخذ بالسبب حق الله له نتيجة ولو كافر، لكن ليس كل من عمل كتب له الأجر. يبقى نتيجة العمل تتحقق من الكافر، أجر العمل لا تأتى للمؤمن. ولذلك رب العباد يقول عن كل الخلق من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، دي خاصة بالمؤمن والعامة في الكل. طيب النتيجة إيه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، النتيجة قال نوفي إليهم أجورهم أبدا الأعمالهم. القرآن دقيق جدا، نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني إيه؟ يعني كل عمل أخذ الإنسان بنتيجته ولو أكفر خلق الله سنحقق له النتيجة. واحد كافر وعنيد ومجرم وأخذ بأسباب الغنى هنغنيه، بأسباب القوة هنعطي القوة، بأسباب الجهل السلطان هنعطي الجهل السلطان. ودي فيها رد دقيق جدا على كل المتشككين يقول لك الله طب ما ربنا مد الكفر هو حرم المسلمين. هو ده، هذه الآية الفاصلة في هذا الباب. قال نعطيهم أجرهم عملهم، أن لا نوفي يعني نوفي يعني نعطيهم نتيجة العمل وبزيادة كمان، التوفية الزيادة. نوفي إليهم أعمالهم فين؟ قال فيها في الدنيا، بس قال لا وهم فيها لا يبخشون. ما في أمر أخذوا بسببه وحرمهم النتيجة، ده كلام دقيق جدا. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. طب واللي عمله ده أجر إيه؟ قال وحبط ما عملوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في ميزان له كل ده باطل، لأنه لم يبتغى به وجه الله وطاعته. وضحت؟ لكن توفية الأجور لأهل الإيمان بس، يبقى أهل العصيان والكفر توفى إليهم أعمالهم، يعطوا نتائج السعي والسبب اللي أخذوا به، لكن أجر في الدنيا والآخرة التوفية العمل أخذ بالسبب وحقق النتيجة. طب والأجر؟ أخذ بالسبب واداله النتيجة وزيادة عليها، يبقى أرزقه بالسبب وبغير السبب وبضد السبب. الزيادة بغير السبب وضد السبب دي اللي تسمى من غير من حيث لا يحتسب. يبقى من حيث لا تحتسب لا تأتي الكافر لكن تأتي المؤمن، وده نوع من الأجر في الدنيا قبل الآخرة، فكيف بالآخرة؟ ها؟ لذا يقول تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم
من أجور أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا برسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مش صادقون، لا، هو ده الصدق الحقيقي، أن تعرف ربك وأن تصدق معه في عبوديتك. ده باختصار شديد جدا عشان تخلص، أن تعرف ربك وأن تصدق معه في عبوديتك. لأن بعض الناس قد يصدق مع ربي وطيع ثم يدل على الله، يا رب أنا أطعتك وأنا عملت لك، فجاءت الآيات بعدها يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. رحم الله عمر بن العزيز، أختم بهذا الأثر، لما أحسن في العطاء للأمة فقال له أحد أصحابه من علماء جيله، قال جزاك الله عن الإسلام خيرا، فبكى عمر وقال بل قل جزى الله الإسلام عني خيرا فلولا الإسلام ما كان عمر. أكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا في استماعكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على سيد أولين وخيرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.